السلام طوب عليه حكم القدر تفرد جناحا السلام وتوسط نور السفر زي نجمة في قلب الظلام يا زول. عدل كلامك ده يا عالم. الزمن اتغير يا جماعة. يا جماعة نحن كنا في جاهلية وطيش، حق نعقل نتوب يا جماعة، نمسك السكة الصح. امسكوا ضرب الله يا أخي، خلينا في حالنا، ما لي غرض بينا. انت جاي تقدم لنا نصائح يعني هسا؟ لا كلنا كلنا فلا لك راسه ده أعقل يا كرناف. كرناف ايش له راسه ده يا رئيس؟ خليه، ما بيستاهل، نحن قنعنا منه. نحن ننتظر السنين دي كلها عشان يجي يدعو لك فينا ويقول لنا الكلام البايخ ده؟ كرناف اعقله ما تتهور، خلاص يا رئيس خلينا في شغل بنتي فيه. كرناف اسمع الكلام، قلت لك امشي خلاص فوت. لكن ما بريحك، ما بريحك، هألاقيك وهأدبك. امشي. اسمع يا اخوي، طالما نويت تفوت تخلينا نتحاسب، نصفي حسابنا، وبعدين محل ما عايز تمشي امشي. حاسب؟ حساب شنو يا اخوي؟ نسيت والله اذكرك. نسيت؟ ما متذكر. طل مليانه ذهب، لما انكسرنا الدكان وشلناها ومشيت شلتها ونمت بيها يا ضبه. داير منك يا ضبه رطل حق ذهب 12 وقيه. ذهب؟
الله، مش دخلنا كسرنا الدكان بتاع الصايغ وملينا شنطة ذهب ومشينا؟ الذهب انهم تبيعوا، انتوا كلكم عارفين انه انا الذهب ده شلته عشان اغبي الاثر والدنيا تروق، عارفين الحقيقة دي؟ عارفين. هاي الوتر عقد والذهب ما ظهر، دي الحقيقة. لكن يا ريس وديت وين؟ وديته لكديسو. عشان انا صغير وبتاكل بعقلي حلاوه، تقول لي اديته لكديس عشان كديسو مات وما بنساله. انا الكلام ده ما بينفع معي. رطل ذهب يا ريس. يا ريس انت عارف كويس جدا جدا انه انا شلت الذهب ده، ولما الدنيا جاطت مشيت وديته للجيران، دسيته عند الجيران، البوليس طب يا ريس وفتش البيت، بعد ما راقت شويه سلمته لكديسو. عشان مات وما بنقدر نساله يا ضبه. شوف 12 وقية ذهب ما تنقص قيراط، تجيب لي الله فكاك، ما جبتها بتدعم معي، وانت عارفني انا انه انا ما حارحمك وحقي ما بخليه، وانا لئيم جدا وما حاسيبك. قم فوت، ما تخلينا غير رايي فيك. كويس فوت يا ريس. أصلك ما تغفل يا ضبة، فتح عيونك كويس، من أي حفرة من أي ركن الموت حيجيك نابل. ها ما تنوم على راحة، ما بريحك أنا. عادي، ما عرفت لكم أي معلومة توصلكم لخالكم؟ أبدا يا حضر الله، المعلومة الوحيدة اللي عندنا قال لنا أستاذ عبد، قال إنه شافوه في السوق، بس يا تسوق وشافوه متين وكيف وليه، ما في معلومة بتأكد أي حاجة. عامل لك مشغولية شديدة الموضوع ده، وإنت مهتم بأمره. فعلا يا هدى، الموضوع ده هامني جدا وشاغلني جدا. لكن ما في شك، الكلام زي الحجة والخيال ما حقيقة، بعدين عادة الناس بيزيدوا تألف. أنا آسفة يا عادل إذا كان الموضوع ده. لا ولا يهمك، ما في مشكلة. يمكن يكون اتظلم ولا بريء، ولا الحياة اللي بيقولها دي كلها ما. أنا خالي أجرم، أجرم في حق ناس أبرياء، وتعاقب عليه كده وتحاكم بخمسة مرات سجن. غريبة تتكلم بصراحة ووضوح. عادة الناس لما يكون عندها واحد زي خالك بيقول أولاد الحرام لبسي جريمة هما لبسه، وعمره ما بيعمل زيها. بس يا هدى دي الحقيقة. لكن الكلام ده ما بقوله إلا إنسان أصيل. ده رايك فيني؟ انت كل يوم يا عادل بتقول هنا فري. ده انا سعيد جدا اسمع الكلام ده منك. في زمن بقى فيه الخداع والكذب شي عادي، ونادر ما تلقى لك انسان صادق واثق من نفسه. شفته؟ نعم يا حاج. ديل كده ها 3 مليون. نعم. طوالي بس من دربك ده علي متوكل. جميل. تقول ليه يوسف رضوان بيشكرك وقال لك ما عدمناك يا ضرس. عديلة يبلغ يا حاج. يلا بالسلامة. وضعتك الله ورسوله. ودعناك برعاية الله. الله يبارك فيك. أبوك ده يا أخي ذاته بيعمل في عمايل ما مفهوم. خليك المشنن على ساتي قم تطلع لي أخلاقيتي هنا ده السول الكاحتة، وكمان لما الكلي فرصة أسرق لي حاج ولا أخمش لي خمسة من الترج عشان أبوي يشك فوقه، لأنه هو شايل المفاتيح، بس أبوي ما يشك لك فوقه، يشك لك فوقي أنا ده، بس يشك لك فوقي أنا ده، السول تا ما يعمل لي أي حاجة، بس قاعد يشك لك فوقي أنا. والله غايته حكاية غريبة، غايته زي ما قالوا جدادة برة طردت جدادة جو، زولك استلم كل شيء وانت سيد الحق خلاه قاعد تعين ساكن. غيته ما تشي مجننانا، تشي مجننانا سول سيتك قاعد ليه لفوق فوق نفسي. عمرك حير يا سعد، ما تشيلهم يا سعد، ما تشيلهم. ما تشيلهم شنو يا اخي؟ تكرهنا حياساته يا اخي،
سول قاعد لك كده بس قاعد لك كده كل يوم تلك قاعد كده الترج حق ابوك يكون جنبك ما تقدر تشيل لك منه اي حاجه يا خصلو كله اول ليه واخر يا سعد طبعا انت اخر يا خليه سعد يا اخي هسه خلينا في المهم ما وده بيسلم عليك ها ما وده بيسلم عليك انت مش شفت بوتا ولا شنو كيف قال شنو قال لك شنو قال لك زي زهرة نادية يا سعد ولكن أبسط يا عم أبسط قربت توصل لغرضك لكن حسن بيني وبينك بنتي بنت صاع بعد ما أبوها استلم المبلغ تعني أنت ما عندك مشكلة تعرف أنا نص مليون ده لميته كيف؟ كيف؟ شفتها التعب حق الوالدة ما خليته ليك من حاجات متكناها جوا فوق الشحور ما خليته لك من شاي ومن شاي ومن شاي لميت لك الكروش نص مليون قالوك انا فلعب كمان قالوك سعد هين بس انت يا ابو السعود ما دربك مرق دربك مرق بس انت تحدد اليوم ونمشي نعقد لك وتستلم الامانه تاني شنو يا الله لكن والله حسنين البنت ما بنت نصاح يا خالد خالد ايوه يا حاج نعم يا حاج جيتك الله يا كريم الله يا لطيف ان شاء الله خير يا حاج والله يا ابني في موضوع أنا كان فتحته معاك قبل كده لكن ما تميته وهسه داير أحسمه معاك موضوع شنو ده يا حاج؟ موضوع العرس لكن حاجة العرس ده ما يعني ما 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 ما, ما لسه الموضوع ده كده يا خالد أشرب القهوة أشرب لسه شنو؟ ما عايز هو العمر لا العمر ده بيجيف ولا بينتظر بعدين انت يعني الحمد لله ربنا اكرمك لسه في شبابك وتقي وربنا هاديك ومستقيم وفي صلاتك وفي حالك اخير من بدري كده تتلمع على بيت حلالك يا ابني اي لكن يا حاج العروس ماما موجوده في موجوده والحمد لله ابوها عليه رحمه الله معرفه قديمه اتوفى قبل سنتين البيت ذاتها كانت متزوجه لكن ربنا ما وفق زوجها كان متعب بتاع مشاكل طلقناها منه بنت مؤدبة عاقلة وراسية ومحترمة والله مالية مركزة وما أدس عليك والله ذات سمحة أي لكن يا حاج بترضى بي ما بترضى لك ليه؟ ما بترضى بك ليه؟ ليه؟ فيك شنو عيب؟ راجل مكمل تحمد الله والله مكمل الرجولة والله شباب واخلاق تاني شنو؟ اي لكن يا حاج ما لازم تعرف تاريخي ما الحاجات دي معليش انت سامحني انا والله هي عارفه انا كلمتها بكل شيء كلمت. وموافقه بيده كله راضيه انا والله كلمتها وموافقه؟ اي والله معقول يا حاج؟ اي والله انت بس ما عليك الا تقول خير صحيح حاجة أقول شنو؟ أيه. خير وألف خير بس كمان بس خلاص على بركة الله أشرب أجرب بتكلم جد يا رشا لا 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 ما حصل جيبنا السيرة خالص الموضوع ده لا يعني أقصد هسه أنت عايز تجرجريني في الكلام؟ لا 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 ما بتلقى عندي تناسي أنا محامية ولا شنو؟ ما حصرح لك بأكثر من كده لا 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 ما تجادل يا شاطر برضو ما حتفني طيب لحد هنا كفاية طبعا هاي ثالث ورابع حاضرب لك لحد ما تسجي مني يلا باي مع السلامة وتجي تخش معايا المطبخ ده ساعدني استني يا ماما
الاجازه بتاعت نص السنه حريحي خالص. طوالي بيقولي كان يوم واحد ما شفتك ساعتين. انا ريت فضيحه السواد والرماد يا رشا يا ستي. ليه يعني؟ باكر بعد باكر فيها المنافذ. انت قايله شو؟ اكثر شيء مزعج العروسه هو ما بتعرف تعمل حاجه وانت بالذات اظنك الشاي ما بتعرف تسوي. يا ماما الشاي تعرفه؟ كيف؟ حبه مويه تحطيها في النار وبعدها الشاي بس. دمي زي ما العبد الباقي ينكس فيها يوم الليله قال مرته بتسوي شاي يا اخي بعدين باقي عليك عاد. ها؟ اسمعي يا بنت الشلع تعالي هسا علي تعالي تعالي قطع صلي تعالي هسا اخوك بيجي سعران يا حمار يا عم تعالي بعدين ما تبوظها هات قطع صوته نشوف كان عندي قزر هنا اجيبه وابوك انت عارفاه مين ما يجي من خشم الباب يجي ضرب الكواري هات 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 القزر بنت تعالي وسخ لا اله الا الله هو كمان تعالي كمان تعالي علي لا إله إلا الله محمد رسول الله. أها. يا بنت هيا أنت سريع. ليش نص ليلة هذا؟ عبد الله ليش نص ليلة؟ يا ولد أنا جينا جينا للإحلام ليلة واللحمة. خذ الطبل هنا لما نجي هذا الغدا حناديك أمشي يلا أمشي. لسه ما جيت يا أمي؟ يا ولد أمشي يا أمي بس هدوم ما تبغى تغير لما نجي هذا الغدا من هاي لازم تاني عنهم. هاي سما شايف نقطة بسلطة يلا هو شو هذا؟ يا أخوي أنت كل يوم تيجي قال لي بضحك شنو يعني اسمع يا رشا انا جاي مصدع وزهجان وما داير معك اي هزار امشي يلا مخير في طريقتك على كيفك رشا تعال تعال يا رشا مش طردتني يا اخي بهزر معك انت اي كلام حتاخذه جد في شنو كلام بضحك بس كذا كلام منو يا سلام كلام منو كلام مع زول تليفون تليفون مع منو اسمعي خذ اتصلت بك انت كنت في المكتب ابدا كنت في المحكمه كان عندي جلسه طويله بشكل من هناك جيت علينا طوال اها عشان كذا عشان كذا شنو خذ اتصلت بك مش كده يعني تونسنا الحقيقة كلام بيضحك يعني وقالت شنو؟ كده دي كان مكالمة طويلة المدى احكي لي احكي لي يا عيسى والله كويس كتر خيرك وبارك الله فيك قاعدة انت بتضحك انا بقول لك شنو؟ ابدا والله قاعدة خلاني انا هناك في المطبخ مهرية بالشغل انت قلاني انا خدامتك ولا شو؟ انا ما شفت الفيديو رشا اسكت يا علي رشا يعني لو وقتي يا امي ما اوصيك ايوه تمشي تقلب على الدنيا ايوه تباريز يضلوا ما يزوغ من عينك دايرك تكري وحياته تمسخ عليه عيشته لازم يعرف انه انا الرئيس وانا اللي بتحكم في الامور خلي بالك رايق يا رئيس ونوم قفا اللآمة دي نحن بنعرف ليها السلام عليكم مترسلك بكم بالله حكون وراك بالمناسبة ما حخليك محل ما تمشي حكون وراك بالمناسبة أو حتخبر بالمناسبة حتروح فيها دي كل الأصناف اللي عندكم؟ اي دي كل الأصناف اللي عندكم حاسب ببليك اللواء بالمناسبة حتروح مني وين؟ مش هطلع برا مالك يا زول؟ قلت لك اطلع برا برا ولا بشيلك انت على برا انا لا حد شاك اني انا جاي هنا دار اشتري بقروشي برا قلت لك انت بتشاكلوا الناس ولا شيخ انا جاي اشتري بقروشي في شنو يا خالي؟ مالك يا ابن العم؟ ما اعرف والله انا بلا سبب قام يتهيج فيني وداير يشاكلني يعني يعني لو جيت هنا ما تلوم الا نفسك يا اخواننا دي اصول دي يا خالي الكلام ده ما بصح منك عيب عيب منك تنزلي بالغلط تعال هنا شوفوا الحياة لك شنو يا زول فيك فيكوا يا خالد يا خالد ما بصح منك الكلام ده الله بتشغل الزباين كمان لا برا لو جيت المكان ما تقوم الا نفسك انا بمشي هسا امشي بالمناسبة بنتلاقى برا بعد ذاك الحشاش اللي سويته امشي مشاكل بل خمك خالد حصل ده شنو يا انا متاسف يا حاج متاسف ما قدرت اتعد مالك حصالي لكن ليه تتصرف كده يا معادل يا حاج ما حيخلوني ابدا ما حيخلوني في حالي ابدا يا حاج هو ده واحد منهم ايوه ده واحد منهم
أيوة لا حول ولا قوة إلا بالله. هي لكن ما تصرف بالطريقة دي، ما تنفعل، ما تهيج بالطريقة دي، لأنه لما تفقد أعصابك بتتصرف تصرفات وغلط، ترتكب حماقات وبعدين بتبقى في الندامة. أنت ما تديهم فرصة. لا ما أقدر أريحني يا حاج، ريحني كثير جدا. لا لا لا، أنت حق تتعامل معاهم بكل هدوء، تخط أعصابك في الثلاجة وما تزعل ولا تنفعل أبدا. ما تديهم أي فرصة يا أخي. إن شاء الله أقدر يا حاج. طيب خلاص معلش، تعال دلوقتي اقعد ريح نفسك. يا نصر الدين يجيب لنا ليمون ولا كركده يعدل مزاجنا شويه. تفضل. والله العظيم لا حول ولا قوه. يا لطيف. انت مسافر ولا شنو؟ بس كنت سافر ماشي مدني وجاي رايح سريع. تعمل شنو في مدني؟ بالصدفة لقيت صاحبي زمان في الثانوي. أنا خشيت كلية القانون وهو خش كلية السجون، واكتشفت إنه كان شغال في السجن بتاع مدني فترة. هو ما سألت من خالد؟ اسكتي، كان صبرت لين وكلمني. سألته قام قال لي بيعرفه جدا، وتأثر خالص لما عرف إنه خالي، وقال إنه بيعرفه بكن له محبة عظيمة لأنه كان زول ودود ومسالم. هو تاني قال شنو؟ قال لي انه 3 سنين كان بيشيل جائزة السجين الثاني. ما بصدق. وغير كده كان امام الجامع في السجن ومواظب على القران وعلى التلاوه. ما بصدق، يعني تابو خلى اي حاجه؟ زي ما قال لي، قال لي يتغير خالص، بقى زول مختلف. والله وعد انه ما هرجع ثاني خالص للجريمه. لو انت مش مدني تعمل شنو يعني؟ قال لي عنده صاحبه اسمه كاتب اسمه هنا، كنت عارف اني هنساه. اسمه غريب كده. دقل. قال لي انه هو دقل ما بيتفارقوا خالص. لو دقل حيفيدنا بشنو يعني؟ ما تنسي انه كان ما بيتفارقوا، احتمال خالي يكون قال له ماشي لحته محدده او ذكر له ناس احنا حنعرف انه معلوم فيها. والله يا ريت. مشكله؟ اسمعي انا حكلم مين اللي ماشي، لكن ما تعرف اني ماشي عشان شنو ماشي؟ كويس بقى. طيب راح. امي؟ امي؟ هاي عادل يوني. انا حامشي مدني. مدني يعني. عندك شنو في مدني؟ عندي شغل هناك قضية. سامحني يا ولدي عليك قبل ما تشفقنا، أول ما تنتهي من شغلك تلقى طوالي، عارف قربة عليك. يعني غايته حسب الظروف. خلاص إذا اضطررت تبيت لابد يعني، فبيد عندنا ناس عمك عثمان عيسى، عليك الله ضروري، وسلم لم علي حاجة مريم، قول لهم بالسلم، لم عليكم الشاقة ليكم الشهية ونستك ومشاهية قهيوتك. يوصل. بس القدم لي ورافع. خير، عندك أي وصايا ثانية؟ بس سلامتك. طيب. سلامتك وعافيتك، ودعك الله ورسول الله ينصرك عليهم. إن شاء الله. الله كريم. طيب يا رشيد. تسلم على الله. تعالي يا أختي تعالي. دقيقة دقيقة. تعالي. طوالي خلاص انا يعني ليلة خلاص ما صدقت انه حتكوني قاعدة براقبة رايحة صريعة المطبخ بسرعة. يلا. يا مرحوم. أمام سيادتك. وين الدقال؟ الدقال واقف برا. طيب ما تجيبه خليه يخش. حاضر سيادتك. تفضل. أستاذ عادل يا لا ما في مشكلة. معلش اتحرك. لا احنا اللي ازعجناك والله. لا اخترت عن اذنك. طيب شكرا لك يا اخي. طيب خش. شكرا. ازيك يا دقل؟ ازيك يا دقل؟ انت عادل؟ ايوه انا عادل. اختك رشا؟ ايوه رشا اختي. انت بتعرفنا ولا شنو؟ خلكم المسكين ما كان عنده سيرة غيركم. الأهلي بيكم يهاتي بيكم الليل كله يقولك فلقنا فلقة. كان بريدكم ريدة شديدة. وانتوا رامين زول سايل منه ما في. حرام عليكم، حرام عليكم. بس يا دقال احنا ما كنا عارفين وين. ما عارفين وين كيف؟ البلد كلها كانت عارفة ضبة مسجون وين. تجي انت تقول لي ما عارف وين. صدقني يا دقال. صدقني انا ما كنت عارف وين، ولا كنت عارف حتى انه مسجون هنا. دقل انا جاي هنا مخصوص عشان اسالك توريني اي معلومه عن خالي، هو وين ولا فات وين ولا ممكن يمشي لمنه. صدقني ما كنت عارف انه مسجون هنا. جيت متاخر شويه
امشي فتش على خالك، ما هو اخو امك لو كان لقى فيكم فايده ما كان طفش، وانا لو بعرف محله ما حوريكم. دقل دقل، انا وانت محتاجين انه نلقى خالده. وريني معلومه واحده، انا جايك لحد هنا عشان توريني معلومه واحده بس. واحد لو عنده يا ابني كلب بيزعل منه دخالك دمك ولحمك ما بتزعل منه. طيب تقول له يوريني ده. ما يكونوا ماله، ما يكونوا ماله يا ناس، سيبوه في حاله، سيبوه في حاله. بجد تقل يا ابويا الله يسلم منكم. بحذرك يا ريس، حركاتك اللي بتعمل فيها دي ما تعملها معانا، اعملها مع اي واحد تاني. رجع لي ذهبي وبعتقك. ما عندي يا ريس. خلاص تعال راجع، نتعاون ونشتغل زي زمان. ما برجع. اخير لك. اخير لك انت، ابعد من سكتي يا ريس. خوفتني، شوفني برجف كيف زي العصفورة. يا ريس نحن الاثنين فاهمين بعض كويس جدا جدا يا ريس. اخير تبعد من سكتي ولا والله العظيم تروح شمار في مرقة. ضبيت عارف مكانتك عندي، ما بقود فوق زول، لكن كونك تتحداني دي ما بغفر لك. بعد ده محل ما تمشي الخطر قدامك. يا ريس يا ريس نحن الاثنين فاهمين بعض كويس جدا جدا، احسن لك احسن تزح من سكتي والله احسن لك. يعني مشيت مدن وجيت راجع من غير فايدة. ما تياسي عادي ولا تفقد الأمل، تفرج إن شاء الله. أنا كل المحتاج له يا هدى مجرد أمل، راس خيط ضوء أخضر كده يوصلني لي حاجة أفهمها. أنا متفائلة إنه حيحصل كله خير ان شاء الله. حتوصلني ولا اركب تاكسي؟ لا اوصلك. طيب يلا راح. أسبوع واحد وتدخل على حبيب القلب. بس ساكنة حسنين والله أنا تعرف والله أنا خايفة حسنين،
عتيقة دي. خايف من شنو تاني؟ خايف تعرف؟ والله أبوي تكان أبوي بيكون معرف. يا أخي جينا الأحمر ذاته ما حيعرف. وأنا اتفقت مع الجماعة عرس كتامي غماتي وهم اتفقوا معي على كده تاني شنو؟ والله حسنين والله حسنين شفتك أنا أبوي عرف الحكاية دي حولة ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم. يا أخي أبوك حيعرف من وين يا أخي؟ يا أخي أبوك بس كده وريني حيعرف من وين؟ بعرف كده عليك الله هات أجبد ليك نفسين يطيروا لك الخضوع ولات في راسك دي كلها. أنا بجبد لك نفسين لكن والله يا أبوي تكان عرف. حسنين حتى كون كراس بالنهار الليل والنهار نقوم حولة ولا قوة إلا بالله. نقوم حسنين بعد كده خلاص شايف الدنيا ما خربت ونحن راجعين في المغرب. نحن راجعين في المغرب أمي خيري فمي خيري نحن راجعين في المغرب. يا سلام يا لحظات الأنسي دائما زمن قصير. لا حسنين الحياة دي ساعتها غريبة جدا وطشت ويعني حاجات غريبة جدا. شنو يا أخي ما تناولنا حاجة يا أخي؟ تا حسنين قالوا كده البانكي ولا شنو يا ابو سعود؟ يا اخي الحاجات دي ما دايره تحضيرات ودايره مشاكل كثيره جدا يا اخي وانا شغال لك زي الماكوك. احنا عندنا شنو غير راحتك يا سعد يا اخي؟ حق حق ايوه كده يا اخي ابهلا يا اخي. نحن راجعين في المغرب أم غريب أم غريب نحن راجعين. لكن والله يا حبريدك يا أخكم كون سجارة تكتب التوت بين ساتي كون بعد كده نمشي يا كون يا أخي أنا معكم تقول لي شنو؟ لكن أنت الحد فوز بالبرنسيسة انت. احنا راجعين في المغرب يا هدى. انا جيت هنا وانا عارفه انه عادل ما في جايك انت مخصوص. خير؟ لا خير ان شاء الله. نحن طبعا لينا فتره كده بنتكلم مع بعض كتير يعني وبنلمح من بعيد لبعيد يعني تمهيدي. هسه انا عايزه اتكلم في الجد. خير في شنو وحشتيني؟ ما عارفه لكن حاسه انه ما شايفه يعني ما شايفه دي انا أنسب منك لعادل أخوي. تفتكري مش مشيتي بعيد يا رشا؟ ليه يعني؟ ما هي دي سنة الحياة في النهاية الزواج والاستقرار وكده. بعدين أي اثنين في الدنيا دي كل زول بفتش للتاني. ومن ناحيتك أنت أنا أفتكر إنه أنت عارفة رأيي فيك من الأول. وعادل زول ما عشان أخوي لكن يعني زول ممتاز وأي واحدة بتتمناه. وأنا حكون سعيدة جداً لو قدرت أجمع رأسين في الحلال. حيرتيني معك كده يا هدى. أنت جاوبي على سؤالي بصراحة شديدة. مجدي وخالتي يعني بالنسبة لك شنو؟ كان لازم أفكر في الموضوع بجدية لأنه ده مستقبل عمر. في البداية فتشت لمجدي في جواي مجدي انزعجته لكن وين مجدي؟ ما في نهاية. لك ده طمنتيني خالص. أها ولقيتي منو في أعماقك؟ يا بيت بلا شيطنة دعلة منه. كلميني يا هدى. ما ممكن يا أخي الاحتراف سيد الأدلة ده عندنا في القانون. ألعب غيره. سعد يا سعد
مالك؟ سعد شنو يا اخي؟ انا لما جيت هنا شايله معي ثقيله يا اخي، مع اني انا بعتبرك والله زي اخوي الصغير. بالله؟ والله العظيم. كتسيبنا من موضوع الانشطة، عاوز شنو هسه؟ انا عايز اتكلم معاك شويه. اتكلم معاي في شنو؟ طاير مني شنو انت؟ ما فاضي يعني. سعد اسمع نصيحتي يا اخي، اسمع نصيحتي، انا والله العظيم امرك بيهمني جدا جدا. ما لك يا اخي انت نافر مني كذا يا اخي؟ لانك بتحرش ابوي، بتحرش ابوي علي انا، من يوم ما جيت فوق الحته دي ابوي ما طاير يشوف وشي، خلقتي دي ما طاير تشوفها. انا احلف لك بالله اللي خلقني وخلقك، انا ما حصل جبت سيرتك مع ابوك ده الا بالخير. اصله ما حصل كلام زي ده يا اخي. بعدين يا اخي ابوك بحبك جدا جدا، في واحد بيكره جناه يا اخي، بس في حاجات كده ما عاجباه يا سعد. حاجات؟ اي حاجات زي شنو؟ زي اصحابك يا سعد. اصحابي مالهم كمان؟ ليه اصدقاء السوء بتهمهم مصلحتهم وبس، يمصوا دمك وفي النهايه يدعوك والله خبرك ما يجيبوه. اسمع كلامي، بكره بتندم يا سعد. والله والله واعز واعز كتير كده وما عندك حوجه. دار تنطف فوق حسنين مش كده؟ اي حسنين. ماله حسنين؟ حسنين ده بالذات مشكله. اسمع كلامي، اسمع كلامي والله العظيم يدخلك في بلاوي ما يعلم بها الا الله، وبعدين بتندم وندمك ده ما بجيب لك اي نتيجه. والله واعز ما عندك اي عوجه، واعز. سعد سعد ابوك ده راجل طيب، راجل يستاهل كله خير، ابقى ذراعه اليمين يا اخي، ابقى له يا اخي ركازه يا اخي، اسنده ساعده اقيف معاه يا اخي، والله العظيم ما تجيك اي عوجه، والله يحصل كله خير. ما انت اللي عصيته علينا يا ريس بحنيتك الزايده وبيحبك المالي واول ولا اخر، ده في النهايه بقى يقل ادبه عليك وبقى بالمناسبه يعمل لك في حاجات ما مفهومه. عشان كده بالمناسبه المواضيع دي دايره مواجهه، دايره منا انه ندي العين الحمراء، نحن لازم نضغطه. ونحن الحقاره ما مندور يا ريس، حتى لو من زول عزيز علينا زي ضبه. ضبه ريته مزروعه في قلبي، سيرته كان جات ساكت ولا طريته بفرح، درفك درب يا اخوان. لكنه ما غدر العشره، خان الخوه، خان خوتك معاه، وجاني هنا بعد ما قال له كلام فارق ومشى. عشان كده يا ريس لازم ينتقد، لازم نعصره عصر صغيره كده يعني. خلينا نأدبه لك ادب وهو يجي راجع لك وهو زاحف على رجلينه، بس ما تأذوه، عصره خفيفه كده بس، وما عندك مشكله. ليكم يا اولاد؟ ايوه اديتكم الاذن،